هذا السهم ترى ما في إغلاق شهري، حقق الهدف حق الدور الثاني، مو راضي يوقف ولا في بإغلاق اليوم أحد متعلم متحرر. يا الله على مبكو، يا الله على مبكو، يا الله على مبكو. حتى هدف الوتد، نشوف هدف الوتد فين ممكن يروح هدف الوتد. الله أكبر، جابوا جابوا ولا ما جابوا هدف الوتد؟ كم قلنا عليه، نحن حطينا له الخط هنا، هدف الوتد بالضبط بالضبط 45.5 بالضبط. السهم إلى الآن مسجل الأعلى كم؟ 44.90. تتذكروا على هرجة الوتد وما الوتد قبل يومين في الصناعات الكهربائية؟ تتذكروها اللي ضربنا فيها مثال في بوان؟ اعتبروا إنه هذا ميبكو. هيا شوفوا ميبكو الآن ضرب الدور الثاني بهدف الوتد. شوفي إيش يبان في الشمعة دحين، اقتحام السقف الأول حق الثاني حق الدور الثاني، واقتحام هدف الوتد الدور الثاني. لكن هذه الشمعة الشهرية تضمن إنها تقفل فوق الوتد وفوق كذا، هذا لو قفل على الشهري يعنب شيطانه. 261 فيبو عند 54، الهاي التاريخي منذ الإدراج 51.25. هيا مين عنده جرأة قبل ما ينتهي الشهر يلعب فوق المناطق دي؟ بعدين لا سمح الله يكون مسك الجمرة، مسك الجمرة، مسك الجمرة، لو كسر السهم وطاح وسقط دون 43 ريال. 43، خلينا نشوف الآن حقة الوتد كم؟ 43 على النظرية. اي والله 43 يا اخوان، اي والله يا اخوان 43 على النظرية. اي الشمعة دي لو لها ديل طويل واغلقت تحت القناة حقة الصعود والقناة حقة الوتد، اتخيل انت ماسك الجمرة ويجيك السهم ساحبك في شهر الى خط الدعم 37-40، يختبر 161 فيه، وما تدري وقتها كمان هل هو حينزل هنا عشان يقعد يصرف يسوي لك ارتداد مضاربي تاني، ولا تكون لا سمح الله فيها كسر مضاعف وينزلك ما بين الثلاثة عند 33 ريال على النظرية، محل قاع الثلاثة شهور الماضية دي أو قريب 127 في 31.70، يعني يجرك كمان إلى هذا المحور. فيا جماعة ننتبه، شوف ونحن في الباطن أكلين هوا مراضي يتحرك. الباطين نازل من 45 ريال واليوم قيمته 38.7 ريال، يعني طلع جاب هدف عند 43.70 ونزل. شوف الآن كملنا كم شهر ماشيين عرض، وهذا الأفندي يقول تعالوا ألعبوا معايا، أنا كل يوم أعطيكم، كل يوم تعطينا. طيب إيش أضمن لنا إحنا دي؟ إيش الهدف حتحقق؟ إيش نبغى نسوي؟ نطاردك في المجهول، نطاردك في السحابة في الفضاء؟ الله يبارك لملاك. ومين هم أكثر الناس قدرة على التعامل معه والصبر عليه؟ الناس متوسطاتهم من تحت ما زالوا يملكوا في تركينه. الآن نقول لهم منطقة المحافظة على الأرباح ما بين 44 إلى 43، لا يرجع يكسر 43 ريال فوقها، والله ما تدروا، كل شيء ما في شيء مستحيل. شوفوا الندي ده حقنا اليوم السوى فينا، شوفوا عشان أنا من ملاكه والله إنه أطلق.